تقول ازاي اتعامل مع نفسي الاماره بالسوء في رمضان، لانها سبب مشاكل كتير في حياتي. النفس الاماره نعاملها باننا نحيي النفس اللوامه. الاماره عايزه تبحث عن اللذه بسرعه العاجله من اي طريق، دي النفس الاماره. اول ما تجوع عايزه تاكل، ولما تاكل عايزه تاكل اللي بتحبه. اول ما تبقى مش عارف عايزه حاجه تشتريها، دي الوقت تجيبها، ولو ما عندهاش تسرق وتجيب او تخطف دي نفس اماره بقى. النفس اللوامه ايه؟ لما تجوعي ما تاكلش اول ما تجوع، كل بعد شويه. ولما تيجي تاكل كل الموجود، ما تاكلش اللي انت بتحبه. هتبص تلاقي نفس الاماره دي تموت، تبطل طلبات. فما فيش داعي انك انت اول ما تجوع تاكل، واول ما تاكل تاكل اللي بتحبه، كل مره تاكل اللي بتحبه. ما ينفعش كده، كده انت بتقوي نفسك الاماره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالموجود، وكان لما يدخل البيت اللي موجود ياكله، مع انه كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كانت صدقاته كتيره جدا ان يذبحوا له كل ما يجي، ويعملوا له اكل طازه كل ما يجي. ده كان يمر عليه الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، وكان يرضى بالموجود. يبقى انت رضاك بالموجود ده بيموت النفس الاماره، مش في رمضان بس، طول ده. يبقى الواحد لابد ان هو يخالف نفسه، اسمها مخالفه النفس. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس الاماره صفاتها في القران حوالي 6 صفات، اخالف الست: جزوعه، منوعه، هلوعه، عجوله، ظلومه، جهوله. مش دي صفات النفس الاماره؟ يبقى الهلع احله بايه؟ بالاطمئنان والثقه في الله، مش داعي ان انا بقى ايه طول النهار مفزوع كده من كل حاجه. الجزع احل محله الصبر، اعالجه بالصبر، فاهم؟ منوعه عايزه تكوش وما تنفقش، احله بالصدقات والتبرعات، فاهم؟ وبعدين عجوله احله بالحلم والاناء، مفيش داعي للعجله، فاهم؟ جهوله احل الجهل بالعلم، ظلومه احل الظلم بالعدل. فهمت بقى ازاي؟ يعني اخالف الصفات بتاعتها، كل ما خالفت صفاتها كل ما ايه؟ ماتت وتلهت عني وبعدت عني. النفس اللوامه دي اللي هتخالف نفس صفات النفس الاماره، لما تبقى فيها سجيه هتبقى نفس مطمئنه. واول ما تبقى نفس مطمئنه ترضى، واول ما ترضى ربنا يرضي عنها تبقى مرضيه. وبعد كده يا ربنا يخليها نفس كامله، شايفه الحق حق وشايفه الباطل باطل، ما عندهاش تردد، فهمت؟ ماذا يفعل اللي وجد يقظه وهمه في بدايه الطريق الى الله، ثم عادت ريما لعادتها القديمه من ضعف الهمه والفتور؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لكل شره ترى، لكل شره ايه؟ ترى، يعني كل همه يعقبها فتور. دي طبيعه الانسان كده. فمن كانت فترته على سنتي فقد نجا. يبقى انت عندك همه كده، فتقوم تصلي ايه؟ الفرائض والسنن الرواتب وقيام الليل وكل يوم 5 اجزاء قران، وتصوم يوم وتفطر يوم، همه. وبعدين ابتدت تقل، خلاص خلي الرواتب والسنن، سنن الرواتب والفرائض بس. يعني خلي الفطور يوصل على قد سنه النبي بس، مش اقل منه، فاهم؟ انت ما تبالغش قوي وبعدين بعد كده تنقطع بالكليه، لا، خلي تراجعك في فتره الفطور دي تراجع على قدر ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدون مبالغه يعني. ادي كل الحكايه. انت قاوم نفسك واعرف عايز علم، ان انا بقى عارف ان في فرائض ما اثرش فيها، في سنن رواتب اواظب عليها، في سنن زوائد ممكن لما افطر شويه ما اعملهاش، بدل ما اصوم يوم بعد يوم كنت وانا عندي الهمه كده بصوم كل يوم، اصوم الاثنين والخميس، اصوم يوم في الشهر ما يجراش حاجه، 3 ايام في الشهر ماشي. المهم ما تسيبش الطريق بالكليه. مبتلى بمخاوف وقله يقين في الرزق فماذا افعل؟ تقول امنت بالله بس. تفعل انك انت تتعلق بالنبي، تقرا سيره الحبيب، وتعرف ان الاقدار بيد الله، وان لو اجتمع الناس علشان يمنعوا رزقك مش هيمنعوه، ولو اجتمعوا الناس علشان يزودوا رزقك مش هيزودوه.
والمطلوب منك انك انت تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله ولا تعجل، يعني خد بالاسباب المتاحه واتقنها، واللي يجي لك القسمه من الله اقنع بيه واستثمره وعيش حياتك حبه حبه، هتلاقي الامور سهله. لكن ما تقلقش على رزق بكره. ليه؟ لان انت ما تعرفش هيجي عليك بكره ولا هتموت ونستريح منك، الله اعلم. فهمت؟ فانت المطلوب انا الحاجه اللي في ايدي دلوقتي اتقنها، فانا لو اتقنتها وعشت، المتقن ليه موضع محترم في كل مجتمع. فهمت بقى ازاي؟ طالما انت بتتقن شغلتك، اما تكلف بعمل بتعمله كويس، هيبقى ليك موقع محترم في كل ايه، في كل مجتمع، حيثما حللت، في بلاد مسلمين بلاد كفار، الناس بتبحث كده وتدور على مين اللي بيتقن عمله. فانت اتقن ما في يدك ولا تفكر غدا فين. فهمت بقى؟ واستعن بالله ولا تعجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون. وروي عن الإمام علي رضي الله عنه: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. فكيف نفهم الأثرين؟ فالنبي يحضنا على ألفة الخلق. وكلام الإمام، هو سيدنا الإمام علي لما بيقول الاستئناس بالناس، يعني يعني لا توسع علاقتك بالناس وإلا حيلهوك عن عبادة ربك. لكن مش معناه اعتزل الناس بالكلية، لكن ما توسعش دائرة معارفك إلا للضرورة. ادي كل الحكاية. وبعدين قعدت مع الناس، خدت مصلحتك وديت لهم مصلحتهم، يبقى ايه؟ قوم بقى ايه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ما تقعدش بقى طول الليل سهران في النادي مع شلة الأنس والعكننة، وتضيع طول الليل تتكلموا في كلام فارغ، ادي الاستئناس. لا بقى، انت الوقت قابلتهم وعرفت اخبارهم وعرفوا اخبارك واطمأنتوا على بعض، سلام عليكم. روح بقى ايه، عندك نشاط، صلي شوية، اذكر ربك، اعمل حاجة مفيدة. ده كلام سيدنا علي بيقول. فهم؟ فما فيش حاجة، يعني فيش تناقض بين كلام سيدنا علي وبين الموطؤون. يعني لما تقعد مع الناس تكون متواضع ومهتم بأحوالهم وتقضي حوائجهم وتؤنسهم وتواسيهم، لكن ما تخليش طول النهار قاعد مع الناس، اخطف نفسك شوية كده وقعد برضو مع نفسك، اخلو لربك. فسيدنا علي بيقول لك كده: اوعى تنسى نفسك مع الناس واخلو قليلا لربك، لان الاستئناس بالناس علامة الافلاس من العبادة. فهمت بقى؟ ادي كل الحكاية، مفيش معنى يعني تناقض. بيقول: المنسوب محسوب ولو كل عيوب، هل هذا صحيح يا مولانا؟ ايوة، المنسوب محسوب. يعني ايه؟ يعني انت لما تبقى كلك عيوب لكن انت بتحب تنسب للصالحين وتحب تقعد معاهم وتقعد معاهم كده تقول يا رب ابقى زيهم، وبعدين تخرج تاني تلاقي نفسك معوج، وان ترجع تاني يا رب ابقى زيهم، فانت بقيت ايه، من محاسبهم. فهمت ازاي؟ يوم هم لما يشوفوك كتير يشفعوا فيك يوم القيامة، او يدولك دعوة حلوة ربنا يغير حالك. ادي معناه.